العاشر من آذار مارس 2020، أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها لليلة: عين أردوغان على نفط دير الزور، اقتراح يقدمه لبوتين والأمريكيين بإدارة الذهب الأسود السوري بدلا من الكرد، والأمريكيون يدرسون نوع مساعدته في إدلب. ما الذي ينتظر إذن شمال سوريا في الأيام المقبلة؟ الدوما يتقدم باقتراح لتعديل دستوري لعدم تحديد عدد الفترات الرئاسية، وبوتين يؤكد الحاجة إلى تداول السلطة في حال استقرار النظام والانتخابات مفتوحة وتنافسية. هل يترشح بوتين مجددا؟ وهل التعديل يعني تغيير النظام في روسيا؟ كيف تبدو الحياة لمن يجول العالم بحثا عن ابتسامة الأطفال؟ قصة نتشاركها معكم لامرأة لبنانية تسافر إلى الدول الأكثر فقرا في العالم تعلم الأطفال التصوير. المؤسسات تبتكر أساليب للعمل من المنزل، مقابلات أونلاين لحسن سير العمل واستمراره في ظل كورونا. المزيد في المشهدية. أردوغان وسوريا، قصة بدأها الرئيس التركي منذ الأزمة، سعرها بتدخله المباشر تسليحا وتسهيلا للإرهابيين وتدخلا في الشؤون السياسية، إلى أن وصل به الأمر إلى الدخول العسكري المباشر. بعد لقائه مع الرئيس الروسي والتوافق على التهدئة في إدلب، ها هو أردوغان يسحب ورقة جديدة للاستفادة من سوريا، عينه على أبار النفط في دير الزور عبر مقترح قدمه لبوتين وسيناقشه مع الأمريكيين. الهدف إدارة الآبار وسحبها من الكرد والذريعة أموال النفط السوري لإعادة أعمار البلاد. إنما المسألة لم يعرف حجمها لغاية الآن، ولا سيما أن وفدا روسيا يزور أنقرة لبحث تطبيق اتفاق إدلب، بالتوازي مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري عن أن بلاده تبحث سبل تقديم المساعدة لتركيا مع الناتو في إدلب من دون إدخال قوات برية. أمام تلك المشهدية نحن ليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، لماذا يريد أردوغان إدارة النفط؟ ثانيا، ما هي حدود أطماعه في سوريا؟ ثالثا، أي مساعدة سيتلقى من الأمريكيين؟ نجيب عن هذه الأسئلة مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، عضو مجلس الشعب السوري سيد رياض طاووس، ينضم إلينا مباشرة من دمشق. مساء الخير وأهلا بك أستاذ رياض. مساء الخير، أهلا بكم. لا شك أن الأطماع التركية في سوريا متعددة، ولكن مسألة اقتراح أردوغان بإدارة النفط في دير الزور، أنتم كيف تفهمونها في دمشق؟ أردوغان في حالة هستيريا في كل لحظة، وعندما يعجز على تحقيق أي هدف دنيء في سوريا يلجأ إلى استبدال خيارات أخرى وأهداف دنيئة أخرى، وهو لا يستطيع بشكل من الأشكال أن يحقق ذلك. دائما يطمح ويطلع في الأراضي السورية وثروات السورية، فهو بالنسبة لنا نحن كشعب سوري نراه لصا حقيقيا على الأرض، وهو يعلن عن أنه سيحاول أن يسرق ثروات الشعب السوري. والشعب السوري والجيش السوري والقيادة السورية لن تسمح ولا بشكل من الأشكال أن يحصل على حلبة حليب من ضرع شاة سورية. وهو يحلم بما يقول وما يشتهي، ولكن الجيش العربي السوري والقيادة السورية الحكيمة يتصدى لكل هذه الأطماع الأردوغانية التي هي ترجمة حقيقية للنهج الإخواني، ويريد الهدف منه هو أن ينشر النهج الإخواني في المنطقة. لذلك سيد رياض، طبعا أنتم لن تقبلوا بذلك، ولكن مجرد أن يقترح ذلك على الرئيس الروسي، هل معناه أنه متأكد من قبول بوتين بهذا الاقتراح؟ سيدتي، سوريا ليست بلا قيادة وليست بلا جيش وليست بلا مؤسسات.
سوريا صاحبة ومؤسساتها البرلمانية والدستورية قائمة، وقيادتها قائمة، قيادتها القوية قائمة، وجيشها القوي قائم وموجود على الأرض، وهي صاحبة القرار في الدفاع عن بمنع نهب ثرواتها، لأن مسألة نهب الثروات يمس السيادة السورية في صميمها. ونحن قادرون كما استطعنا أن نعيد كل الأراضي السورية أو معظم الأراضي السورية إلى حضن الوطن وحضن القيادة السورية، وتعود المؤسسات السورية إلى أصحابها الشرعيين، نستطيع أن ندافع عن ثرواتنا وأن نستعيد ما بين يد المحتلين والمستعمرين والغازين اللصوص الإرهابيين، أن ندافع عن وجود وثبات الثروات السوريين في كل لحظة. وحتى إذا كانت هناك بعض المواقع بيد بعض المحتلين والغازين والمستعمرين، فالشعب السوري يعد العدة والجيش السوري يعد العدة لاسترداد كل هذه المواقع، وبإرادة صلبة وبوفق الأولويات والخطط التي يرسمها الجيش العربي السوري ويحقق الأهداف. حتى ما جرى سيد رياض هو يقول بأن النفط في دير الزور إدارته تركيا سيحقق هدف إعادة الأعمار في سوريا، يعني لديه هدف نبيل من خلال إدارة النفط السوري، هل تعتقدون ذلك سوريا حقا؟ السورية تعلم وتعرف كيف تدير وتعيد إعمار بلادها. هو هذا تصرف وتصريح فضولي منه تجاه التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة قائمة جارة، وهذا منافي ومخالف للعلاقات الدولية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي هذا نوع يعني من الهرطقة ومن نوع من الإرهاب الفكري الذي دائما يصرح به. أنا أستغرب كيف يرضى شعبه أن يصرح، يتركه أن يصرح بهذه التصريحات العرناء التي تشبه تصريحات اللصوص من عامة الناس. ما الفرق بينه وبين الإرهابيين؟ ما الفرق بينه وبين المحتلين؟ ما الفرق بينه وبين الغازين؟ ما الفرق بينه وبين قسد؟ كل نفس الأسلوب، يريد أن ينهب خيرات سورية ويستغل انشغال الجيش العربي السوري في منطقة ما أو في جبهات معينة، ويلجأ إلى جبهات أخرى ليسرق خيرات البلاد. سوريا تستطيع كيف تطور بلادها وتنظم حياتها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وليس بحاجة أردوغان الذي الآن بهذه العملية يريد تصدير أزمته الداخلية التي وصلت إلى أوجها إلى خارج بلاده. فليجد وينظر حتى ممثلين شعبه في البرلمان التركي كيف يتنازعون، نعم، ويتعاكزون ويتعيطون على سوء سياسة إدارة الدولة التركية من قبل أردوغان. فلينتهي بما يجري لديه داخلا. نعم. طب إذن سوريا لن تقبل بهذا الاقتراح، وهو طبعاً يريد يعني تقديم هذا الاقتراح لكي يحصل مكاسب بعد الخسارة ربما التي مني بها إلى حد ما في اتفاق إدلب. برأيك هذا سيكون تعويض جيد بالنسبة إليه، يعني إذا ما تم التوافق على صيغة ما؟ يا سيدتي سوريا خلال كل هذه السنوات قدمت فيها كل هذه الشهداء والتضحيات والجرحى والوقت والدماء وإلى ما هنالك في سبيل أن لا يطأ أرض سورية طاهرة محتل أو غازي، فكيف ستسمح له فيما ينوي إليه؟ نحن ما زلنا نحرر بلادنا من رجس المحتلين والغازين والناهبين لثروات الشعب السوري، وسنسير في هذه الخطى إلى تحقيق
وتنظيف هذه الأرض الطاهرة من كل غاز ومستعمر ومحتل وناهب للثروات السورية. أستاذ رياض، في الواقع هو موضوع لا من قريب ولا من بعيد، موضوع النفط ليس الآن يريد جديداً. الأطماع في النفط السوري، عفوا على المقاطعة، الأطماع بالنفط السوري منذ يعني حتى قبل الأزمة السورية قيل الكثير، ويعني قبل الأزمة وبعدها، عن النفط السوري وموقع سوريا بالتالي في هذه المسألة، ولا سيما طبعا في الشمال كنقطة وصل جغرافية. ليس فقط النفط هو الذي يعني فيه أطماع، إنما أيضا موقع في الشمال الشرقي السوري، واصل بين الشرق والغرب وبين أكثر من دولة على خط تجاري هام. كيف انتقلت إذن الآن السيطرة على النفط السوري خلال الحرب في سوريا؟ سنتابع في القصة كاملة ونعود من جديد إلى ضيفنا سيد رياض طوس. إذن إلى القصة كاملة. مع بدء الحرب في سوريا عام 2012 سيطرت المجموعات المسلحة وبعدها جبهة النصرة بدعم خارجي على بعض الحقول شرق البلاد، وبدأت باستخراج النفط على نحو بدائي. عام 2013 وبروز داعش بدأ التنظيم بالسيطرة على مجاري الأنهار وحقول النفط لتأمين موارد مالية، وخلال فترة وجيزة سيطر داعش على معظم حقول النفط وفي مقدمها حقل العمر في دير الزور. قدرت موسكو حجم صفقات داعش غير الشرعية في تجارة النفط بأكثر من ملياري دولار. اتهمت وزارة الدفاع الروسية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته بالاستفادة المباشرة من نفط داعش، ونشرت الوزارة صورا فضائية تظهر ثلاثة مسارات أساسية لتهريب داعش للنفط من سوريا إلى تركيا، مضيفة أن ناقلات نفط داعش بعد عبورها الحدود السورية مع تركيا تذهب إلى الموانئ وتنقل عبر السفن إلى بلد ثالث لتكريره. بعد توسع رقعة الدولة المزعومة لداعش بدأت الحملة العسكرية لطرده في الشرق السوري. استولت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن على حقول النفط بعد طرد داعش من معظم المناطق الشرقية أي الحسكة ودير الزور. كانت تركيا منذ بداية الأزمة السورية تهدد بالتدخل العسكري بذريعة إفشال ولادة دويلة كردية. كان آخر تلك المعارك في أكتوبر العام الماضي حين شن الأتراك عملية ربع السلام بواسطة المجموعات المسلحة الموالية لهم، التي أدت إلى إبعاد الفصائل الكردية 30 كيلومترا عن منطقة الحدود مع تركيا بعد ضغط الولايات المتحدة على تركيا لوقف العملية. بعد أيام أعلن الرئيس التركي الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي وطلب بحصته من النفط. في الإعلان نفسه أعلن ترامب عزمه على البقاء في سوريا على عكس وعوده من أجل حماية أبار النفط، وأعلن عقد صفقة مع أكسون موبيل إحدى أكبر الشركات الأمريكية للذهاب إلى سوريا. هكذا وصلت تعزيزات أمريكية من شمال العراق إلى القواعد الأمريكية القريبة من حقول النفط والغاز. إذن هذه كانت قصة الكاملة للمطامع بالنفط خصوصا خلال فترة الحرب في سوريا. الآن نعود من جديد إلى ضيفنا سيد رياض طاووس لأسألك عن إدلب. أستاذ رياض، اليوم البنتاغون يقول بأن تركيا لن تحصل على صواريخ باتريوت إذا لم تتخلى عن أس 400. جيمس جيفري يعلن بأن الولايات المتحدة تدرس طريقة لمساعدة تركيا في إدلب من دون أن يكون هناك تدخل بقوات برية. برأيك الشرط الأمريكي الآن أمام تركيا للمساعدة هو التخلي نهائيا عن علاقتها مع روسيا؟ بكل أحوال كما تعلمين يعني أردوغان دائما قدم هنا وقدم هناك، يحاول دائما أن يترك له حليف في المنطقة بالنسبة له كحليف دولي كروسيا، وبالتالي أن تحاول أن يمالي بشكل أو بآخر الأمريكي وأحيانا الروسي، ويستمر بخداع هذا وذاك. ولكن في كل الأحوال هذه العلاقات الدولية يعني بين مد وجزر بالنسبة للأمريكي تجاه التركي وبالنسبة للروسي تجاه التركي، فهي تخضع لتبدلات
في لحظة من اللحظات، وبالنسبة لأردوغان يعني يحاول أن تكون في كل مرحلة من المراحل أن يرمي بنفسه بحضن أحد الطرفين. في كل الأحوال هذه يعني الطريقة التي فيها نوع من الخدعة لم يعني ظاهرة للأطراف كلها، وبالتالي الجميع يحاول يعني التركي والأمريكي بالذات أنا أقصد أن يتآمر على الدولة السورية، وبالتالي يريدون أن تمتد الحرب وتمتد النزاع على الأرض السورية في سبيل تحقيق مصالح الكيان الصهيوني في المنطقة وانشغال سوريا عن بناء الدولة السورية وتطوير اقتصاد الدولة السورية وبقاء الحصار على الدولة السورية منعا لأي تطور أو تقدم للدولة السورية. ففي كل الأحوال الدولة السورية هي حريصة أن تستمر في دعم شعبها، وبالتالي الدفاع عن تخوم وحدود الدولة السورية حتى آخر نقطة دم. أستاذ رياض، بس هذا أمر مفروغ منه، إنما بالتحليل السياسي الأمريكيين الآن من مصلحتهم أن يكون لهم تواجد عسكري في الشمال الغربي، وبالتالي الأمريكيين حتى الناتو يعني أن يكون لديه تواجد عسكري في الشمال الغربي لسوريا، أماكن تواجد سيدتي الأطراف. أنا كنت منذ يومين في القرى التي هاجمت الدوريات الأمريكية، وأيضا التي حتى استشهد أحد أبناء هذه القرية من عشيرة بوعاصي، وكنت في جولة في كل هذا حتى الأشخاص الذين هاجموا وهددوا الدوريات الأمريكية. أنا أقول لك وهي معلومة بأن الآن الشعب السوري في تلك المناطق وفي كل مناطق، ولكن هذه المنطقة بالذات إنها تنظم مقاومة شعبية حقيقية على الأرض، لا بل ينتظرون الأمريكي أن يمر في هذه القرى فإن العواقب لن تكون سليمة. ولذلك الحرب الشعبية نوع من ضرورة الدفاع عن ثروات السورية في تلك المنطقة، وبالنسبة لهؤلاء يعتبرون أنه تاريخيا الشعب السوري يرفض أن يكون بينهم مستعمر أو محتل. لذلك المسألة مسألة وقت ومسألة الزمن. عندما الأمريكي يجد أن هؤلاء الفقراء، وكان من قاوم هذه الدوريات عبارة عن عامل بسيط سائق جرار، فهم الآن الشعب في هذه المنطقة قد هيأ نفسه للمقاومة الشعبية، ولن يترك أمريكي أن يبقى حارسا على بئر نفط أو بئر غاز. بكل الأحوال لا هو ولا قسد، وليعلم قسد أيضا أن أردوغان عدو للشعب، كل الشعب السوري ليس فقط، فلذلك فليعلموا أن هذه الثروات ستعود للشعب السوري ومن حقه. في موضوع الاتفاق في إدلب اليوم يقال أو قالت الدفاع الروسية بأنه تم الخرق تقريبا 8 مرات من قبل الأتراك لهذا الاتفاق. هل تتوقع أن يستمر العمل بهذا الاتفاق أم سيكون هناك نكس من جديد بما التزم به أردوغان في موسكو؟ سيدتي، تنفيذ الاتفاقات تقوم على حسن النوايا، وبالتالي هم يقومون بخرق هذا الاتفاق لأنه بالنسبة للشعب السوري حقيقة عندما الدولة السورية وجدت أن هذا الاتفاق لمصلحة الشعب السوري فعلا وافق على هذا الاتفاق، والآن فعلا الشعب السوري يشعر بأنه حقيقة انتصر في هذا الاتفاق. وأيضا الدليل على ذلك نحن نعتبر كل الانتصارات والإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري كانت وفق اتفاقية سوتشي، وبالتالي هذه الاتفاقية ثبتت انتصارات الجيش العربي السوري على الأرض السورية إلى المكان الذي وصل، وهذا الذي أغضب أردوغان فبدأ يبحث عن نهب وسرقة ثروات الشعب السوري. نعم، شكرا جزيلا لك سيد رياض طاووس عضو مجلس الشعب السوري على انضمامك لنا من دمشق في المشهدية. مشاهدينا، الآن نذهب من المشهد الساخن إلى المشهد السياسي.
في المشهد السياسي اليوم سنتحدث عن فلاديمير بوتين، حيث عارض الرئيس الروسي مقترح إلغاء القيود على الولاية الرئاسية، وقال أن هذه السلطة يجب ألا تكون مرتبطة بشخصية واحدة، وأكد ألا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وفي كلمة له أمام البرلمان أشار بوتين إلى أن إقرار التعديل الدستوري الذي تقدم به مجلس الدوما وينص على تصفير عدد ولاياته أمر ممكن إذا وافق القضاء الدستوري على ذلك في حكم رسمي. الاقتراح الثاني يعني فعليا رفع القيود عن أي شخص، أي مواطن بما في ذلك الرئيس بالنيابة، ليتمكن من الترشح إلى الانتخابات مستقبلا على أن تكون انتخابات مفتوحة وتنافسية بالطبع، وذلك إذا دعم المواطنون الروس هذا الاقتراح وصوتوا عليه بالقبول في الاستفتاء في 22 من نيسان أبريل من هذا العام. هذا التعديل ممكن في المبدأ بشرط واحد، أن تؤكد المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية رسميا أن هذا التعديل لا يتعارض مع مبادئ الدستور وأحكامه الأساسية. إذن أمام ما يحدث الآن في روسيا، طبعا الرئيس الروسي كان منذ مدة قد أجرى وأدخل تعديلات على نظام الحكم في البلاد، تغيير حكومي وتغييرات أيضا في كثير من المواقع، وهذا طبعا هذا الجدل يضاف إلى هذه التغييرات التي تجرى في طريقة إدارة الحكم، خصوصا في مسألة النقل الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يفضله على ما يبدو بوتين، إذ أنه قال اليوم بأن نظام برلماني لا يمكن أن يعمل به في هذا العصر. تقريبا كل الدول يعني بحسب قوله غيرت، لأن النظام الرئاسي يؤمن استمرارية وقوة ومناعة للحكم بشكل أوسع من النظام البرلماني. هذا تحديدا ما سنسأله الآن لزميلنا من موسكو مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي، الذي ينضم إلينا الآن مباشرة من هناك إذا ما جهز طبعا الاتصال معه، خصوصا أنه في هذه المرحلة الدوما هو الذي تقدم بهذا الاقتراح، وعلى ما يبدو أن اقتراح حذف ولايات للرئيس الروسي سيتم حسمه عبر استفتاء أو حتى عبر القضاء الروسي. إذا كان زميلنا سلام العبيدي جاهزا معنا، نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لنناقش هذه الخطوة من قبل الدوما وطبعا تصريحات الرئيس الروسي بشكل مفصل مع زميلنا سلام العبيدي من موسكو. ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى المشهدية، نتابع في المشهد السياسي مع آخر تطورات في روسيا، ومعنا طبعا زميلنا مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي من موسكو. مساء الخير سلام، ونريد أن أفهم بداية تفاصيل حول ما تقدم به الدوما حول تعديل ولايات الرئيس، وبالتالي نفهم أكثر موقف الرئيس بوتين من هذا الاقتراح. مساء الخير لانا. طبعا هذا الحديث اليوم في روسيا يعيدنا إلى أواسط شهر يناير كانون الثاني من هذا العام، عندما وجه الرئيس الروسي خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية، أقصد البرلمان، لغرفتيه المجلس الفيدرالي ومجلس الدوما. آنذاك تحدث فلاديمير بوتين عن إصلاحات للنظام السياسي في روسيا ونقل بعض الصلاحيات الرئاسية إلى فرعي السلطة الآخرين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، متمثلة بمجلس الدوما والحكومة، وآنذاك تحديدا تم إقالة حكومة ميدفيديف وتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء. آنذاك تلك الخطوات اعتبرت من قبل الخبراء وحتى من قبل السياسيين بأنها خطوة نحو فعلا إصلاح النظام السياسي في روسيا، بحيث يجري تقاسم المسؤولية، لأن روسيا كلنا نعرف في هذه الظروف الدولية المعقدة روسيا تواجه ضغوطات كثيرة لا سيما من الولايات المتحدة،
وهناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتق السلطة في روسيا، والرئيس فلاديمير بوتين لا يريد أن يتحمل كل هذه التبعات، وإنما يريد أن يشرك فروع السلطة الأخرى في تحمل هذه المسؤوليات، ولا سيما أن هناك كانت فعلا انتقادات للرئيس بأنه يتمتع بصلاحيات مطلقة، وهذا ربما يعني لا ينسجم تماما مع مفهوم الدستور الذي يتحدث عن أن روسيا هي دولة ديمقراطية. لذلك اليوم هذا المشهد السياسي في روسيا تطور. الرئيس الروسي أظهر أنه ليس يعني يريد أن يفهم بأنه يريد الإصلاح الدستوري ليس لكي يفصل على مقاسه تماما، وإنما هو يفكر بمستقبل روسيا لمدة 30 أو 50 سنة على الأقل إلى الأمام. يعني هو يقول، هو رفض هذه المبادرة طبعا اليوم، وقال الدستور يجب أن لا يفصل علي، وإنما يفصل على روسيا وعلى من سيأتي إلى الحكم في المستقبل. لذلك من حيث المبدأ الرئيس الروسي أقر بضرورة تداول السلطة في البلد، وأيضا في نفس الوقت هو لم يعني يرفض تماما مثل هذا المبدأ، وترك الشأن إلى المحكمة الدستورية لتبت فيه تماما. وعليه إذا ما تحدثنا عن محكمة دستورية، هل ستتجه إلى هذا الخيار؟ إذن ما هي المعلومات حول هذه النقطة تحديدا، أو تفاصيل إجراءات المحكمة الدستورية؟ سلام. نعم، بكل يعني وضوح وبساطة، الرئيس الروسي لا يريد أن يدخل هذا المفهوم وهذا التعديل على الدستور، لأنه كما قلت لك الدستور هو ليس له، وإنما للبلد ولعقود من الزمن. لذلك هو يعني فضل أن يكون هناك مبادرة دستور، يعني مبادرة جماهيرية، مبادرة تشريعية، مبادرة برلمانية، أي مبادرة يعني ممكن أن تكون، وأن يبت بها الدستور، تبت بها اللجنة الدستورية دون تغيير الدستور. يعني بمعنى آخر، يعني هذا الشيء ممكن أن يكون لمرة واحدة، شيء مؤقت لمرة واحدة، أنه بما أنه روسيا ستصوت على يعني سيجري في روسيا استفتاء شعبي عام على تعديل الدستور، فهناك فكرة لدى البعض بأنه بما أن روسيا بعد 22 من نيسان أبريل بعد أن يجري هذا الاستفتاء على الدستور ستعيش وفق دستور جديد، فيمكن تصفير الولايات الرئاسية للرئيس الروسي، يعني هي الولايات الثلاثة الأربعة السابقة، وبذلك يعني سيعيش بوتين وستعيش روسيا وفق الدستور الجديد، أي أن يحق له وفق مبادرة دستورية لأن ينتخب مرتين أخريين، ولكن دون أن يكون ذلك ضمن الدستور، يعني ينتخب مرتين وهكذا، لأنه التعديل الذي طرح اليوم والذي بادرت إليه سيدة معروفة ومحترمة جدا، هي أول رائدة فضاء في العالم فالنتينا تريشكوفا، هي بادرت بشكلين، إما أن يجري تعديل الدستور بحيث يسمح بانتخاب الرئيس مرات غير محدودة، أو أن تكون هناك مبادرة ما بعد إجراء الاستفتاء على الدستور. أنه يكون لمرة واحدة. وعليه السلام، نستطيع أن نقول أن روسيا في المرحلة المقبلة تتجه إلى التغيير في طريقة إدارة الحكم أو شكل إدارة الحكم، توزيع الصلاحيات، حتما هذا التغيير سيحصل؟ بلا شك. لنا أولا يعني الرئيس الروسي يقول أنه تم إنجاز مشوار طويل في بناء الدولة الروسية وترسيخها وتمتينها، لكن في ضوء التحديات التي تمر بها وتعيشها روسيا، ربما يعني ليس خطأ، يعني ربما ليس خطأ أنه يمكن أن يبقى مرة أخرى، يعني بعد التعديل الدستوري وبعد نفاذ ولايته في عام 2024. يعني هو لا يرفض هذا المبدأ أساسا يعني، ولكن يريد أن يكون الدستور للمستقبل وليس له، ولكن هو يرى أن روسيا تعيش تحديات وهذه التحديات ما زالت مستمرة. فلذلك من حيث المبدأ يعني نظريا هو لا يستبعد أن يبقى مرة أخرى على الأقل في السلطة بعد عام 24، ولكن قام بكل هذه الإجراءات وإصلاح النظام السياسي في البلد لكي تكون المسؤولية مشتركة، يعني ليس هو وحده يتحمل المسؤولية عن مصير البلد، وإنما أيضا فروع السلطة الأخرى. شكرا جزيلا لك زميلنا سلام العبيدي، مدير مكتب بايدين في روسيا، على هذا التوضيح وهذه المعلومات. كنت معنا من العاصمة الروسية. مشاهدينا، الآن نذهب من المشهد السياسي فورا إلى المشهد الاجتماعي.
الأجوال في العالم لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال مسألة يتقنها عدد قليل من الناس حول العالم، تدفعنا للسؤال عن الحب الذي يحركهم، عن دوافع تقديم المساعدة للأطفال. أيضا الآن سوف نأخذ نموذجا سنتحدث عنه سنقابله، وهي امرأة لبنانية تسافر لتعليم الأطفال التصوير من خلال جمعيتها Capturing Neverland. نرحب بسارة، أهلا بك سارة، ومع كمان أمن، تفضلوا. سارة بلا ولا شيء، وأماني كيفك أماني؟ كيفك سارة؟ أهلا وسهلا فيكم. اولا لازم نحكي عن اماني، لانه هي اماني استفادت من البروجرام اللي انت بتعمليه. بس اول شيء خبريني، ما الذي يدفعك الى ان تكوني انسانه تسافر وتلتقي بالاطفال وبتعلمهم شيء جديد؟ Capturing Neverland هو طريقه لإلي لاعطي اللي انا عشته للاولاد بطريقه او اخرى. الهدف هو تعليم التصوير كطريقه لننمي المواهب، وبذات الوقت ننمي الشخصيه من خلال تقدير على المواهب. انت شو عشتي ساره؟ ذات التجربه على 15 سنه يمكن من عمر اماني، ايه؟ انه حدا هداني كاميرا ومن الكاميرا غيرت حياتي بطرق مختلفه. كيف؟ يعني حتى شخصيا كيف تغيرت شخصيتك؟ انه صرت شوف الاشياء بطرق مختلفه، يعني الحياه ايه؟ كانت يمكن نشوفها بس من وجهه نظر معينه، وبالقدره على التصوير بتصير الواحد خياله هو جزء من انه تكوين الشخصيه. فكتير اثرت في بهذا الشيء. التصوير كتير بغير نفسيه الاطفال. ايه هلا التصوير مش لوحده اكيد، يعني فيها تكون اي وسيله تانية غير التصوير، ممكن يكون رسم او ممكن يكون شيء ثاني، يعني بس هو الفكره منه انه الخيال تبع الولد او هو كيف منظوره على الاشياء هذا الشيء، وتقديرنا له. يعني انا بنهايه المشروع بعمل له معرض، المعرض كثير مهم لحتى العالم تشوف، وبذات الوقت هن يحسوا ب قد ايه الافكت تبع خيالهم قلنا. طيب كيف تعرفت على اماني؟ اماني هلا مع عم علم مجموعه اطفال بمدرسه الاب اندويخ بالصم، واماني وحده من التلاميذ معنا هلا. خلصنا نحن تقريبا التعليم، ناطرين نعمل المعرض بس بزمن الكورونا هيدا هلا اون هولد. اكيد ببقى بعدين على فيسبوك بيج يعني واماني من افضل تلاميذ معنا بالجروب. كيف تتواصلي مع اماني؟ فيك عادي اماني بتسمعك وبتحكي اجل. اوكي كثير منيح. اماني شو بتقولي على ساره اول شيء؟ شكرا. اول ما تعرفت على ساره حبيتيها؟ اكيد حبيتها وبتشكرها، من قبل ما كنت اعرف تفاصيل صغيره وهلا صرت اعرف معلومات اكثر. بتحبي التصوير؟ كثير علمتيني. عم تحبي التصوير؟ فيك اون ذا سبوت. بحب التصوير. ايه اماني، ساره استاذه شاطره حبيبتك بالتصوير. لا بدي اعرف كيف العلاقه عم بتصير مع الاولاد، يعني كيف عم تتعاملي معهم بطريقه التصوير؟ كنت قبل تصوري او كنت تصوري؟ ايه هلا عصر التليفونات وهيك كلنا بنصور، بس هلا عم تصير شوي محترفه اكثر. خبرينا كيف صعب التصوير المحترف؟ شو اكثر شيء حسيتي هيك صعب وثقيل يعني؟ ماشي ابدا مش موضوع. ساره كيف تتعاملي مع الاولاد اللي عندهم حالات معينه؟ يعني ما بدنا نقول عندهم احتياجات، بس عندهم حالات معينه مثل مثلا سم بكم. يعني كلمة البكم ما بقى نستعملها هيدي، بس لأن مثل ما شايفة أنه ممكن في ممكن مشاكل بالسمع وقت، بس النطق دائما عم بيكون موجود من وراء الأدوكيشن وكل شيء عم بيصير. فما بتختلف، يعني أوقات في أولاد بيحكوا لغة كومبليتلي غير عن العربي أو الإنجليش اللي أنا بحكيه، بس بذات الوقت ذات التواصل اللي هو بدك تعاملي الولد كأنك من عمره، يعني هاي أكتر أهم شيء. فبيكون يعني ما بقى استاذ وتلميذ، صارت اكثر انه وير فريندز وعم يتعلموا. حلو. يعني بس بكل البلاد بتدخلي بعالم الاولاد بقطع النظر عن شو هو اسم البروجكت Capturing Neverland. Neverland Land of Imagination تبع بيتر بان، بضل طفل. كثير من الاولاد اللي اشتغلت معهم ببلاد كانوا محتاجين، مش بس ذوي احتياجات خاصه. فكان نيفرلاند تبعهم كثير غير عن اطفال ثانيه، يعني سو كان كثير امبورتنت. رحتي على 14 بلد؟
اي كابتشر لبنان صار ب 14 بلد وبمصر وبلبنان اكثر من مره لانه كنت ساكنه هناك وهلا ساكنه هون. ايه حلو. في شي بلد اثر فيك اكثر من غيره؟ ابدا ما في اختار، بس انه في اوقات بيكون تلاميذ اكثر متفاعلين معك، بس ما في اختار بلد. بس في اختلاف بالثقافات، يعني لما تروحي على افريقيا او اي بلدان اخرى عربيه وهيك في اختلاف بالثقافه بهذا البلد. بهذا الشيء على مستوى الاولاد بغير؟ ابدا ابدا. يعني في لك ذات المشاكل او الاشياء اللي بخافوا منها اولاد بكينيا او تنزانيا، بمونغوليا نفس الشيء، طريقه كيف بيشوفوا الاشياء. دائما في عندك تلميذ مثلا بيشوف الاشياء كثير عن قريب بتفاصيل معينه، ف هيدا يعني كابتشرينج لبنان فرجاني قد ايه كلنا بنشبه بعض اكثر. بنشبه بعض ايه على مستوى الانسان. وبضل في تواصل بين الاطفال من بلاد ثانيه، هلا عم بيشوفوا اماني بالنيو جروب، يعني من اربع من 10 سنين لهلا كلهم متابعين اذا بدك المشروع. بنشوف شوي اشياء انت مصورتيها ب يعني طريق بالدورات مع الاولاد والتعاطي معهم، وبنشوف كيف عادة بيكون هذا المشروع في أرض الواقع. سارة، كيف بتحقق الاستمرارية؟ يعني صار لك وقت طويل بهذا الجمعية. أول شيء كابتشرينج نيفلاند منه جمعية، مبادرة مبنية على التبرعات الفردية الجمعية، يعني كراود فاندينج. بس صارت مثل مؤسسة مع الوقت، يعني بس ما في موظفين، ما في معاش، ما في في أنت في أنا، بختار البلد حسب أكيد الحاجة. يعني كل البلاد اللي رايح عليها فيها مشاكل، الأطفال عايشين حياة صعبة، فدائما بيكون في عالم من 2009 مثلا كل ما اعمل بروجكت بيكونوا عم يتبرعوا. كيف تختاري الاولاد والاماكن؟ يوجوالي بعمل ريسيرش عن المؤسسه بهيدا البلد، يعني بشوف اوبشنز وبتواصل مع اللي بيشبهوا اكثر شو بدي اعمل. فهي كلها من تبرعات، كلها من تبرعات شخصيه فرديه، يعني ما في دونر عم يعطي دونيشنز كثير. يعني بتكون البادجت حتى كثير صغيره، بس تعمليها 14 مرة بتصير كثير أسهل. إيه بتصير أسهل لأنه العالم بيشوفوا شو عم تعملي. يعني طيب ما تعطيه للأطفال هو أكيد التقنية، بس كمان تعطيهم الكاميرا. صح. هن بيتعلموا تقريبا 5 أيام أو 6 أيام بس كورك شوب بين بالصف ورحلات أزوال، وآخر شيء بيصير في المعرض وقتها بياخذوا سيرتيفيكت والشهادة والكاميرا أزوال. بتضل معهم كمان. فبكل بلاد كاميرات حمر صغار. لون احمر تنقل دائما. هيدي بلشت بالغلط بس الاولاد كثير حبوا، وصارت كل بلاد كاميرات حمر. براند لك. اماني خبريني شو صورتي اول صوره حبيتيها؟ انا اول شيء بنصور بنخفق كثير، بس الصوره اللي حبيتيها شو هي؟ حبيتها وقتها كنت بالمدرسه في حديدي عمودي، وطلعت على تحت. بين كثير منظر حلو. منظر حلو. بتحبي تصوري مناظر طبيعيه اكثر من ناس؟ ايه. ليش؟ شو بتحبي اكثر شيء بالطبيعه؟ خبرينا. مش النباتات، إن الشمس عم تطلع، الشمس ياي. الفجر والغروب بتحبيه. بحب اقول انه اماني كثير شاطره بتصوير الماكرو، يعني بتقرب بتاخذ صور كثير اشياء نحن يمكن ما بنشوفها عن بعيد، بتاخذ ديتيلز. اصعب الديتيلز من لا، كل ولد شو بحب يصور، يعني ما بعطيهم ثيم معينه. ففي اولاد بتحب كثير تقرب تعمل تصور فوكس قريب، وفي اولاد بتحب. طب ساره خبرينا شيء قصه هيك مؤثره صارت معك. اكيد في عندك كثير قصص حول العالم مع اولاد، اشياء قالوا لك اياها، صوروا اشياء تاثرتي انت فيها. اكيد. اول ما بلشت بمصر كان في تلاميذ كانوا قبل هن حياتهم انفورشنتلي على الشارع،
فوقتها كانوا عم بيصوروا، كانوا عم يظهروا هن عم بيصوروا من تاني جهه من الكاميرا، فالصور اللي اخذوها ما في اشرح لك قد ايه معبره كانت، لانه هو عم بفرج الواقع اللي كان فيه هو. واشياء بعدها لهلا بتاثر فيه، انه وقت يكون يوصلني مسجز من تلاميذ من قبل كبروا كيف عم تاثر فيهم، في منهم كملوا تصوير، منهم لا بس صاروا هن يحاولوا يساعدوا بطرق مختلفه بمواهب مختلفه غير التصوير، بس صار عندهم ثقه بالنفس انه يعملوا هذا الشيء. فاكيد بحس انه هيدا السبب اللي انا بعمل هيدا الشيء، لانه بتغيري بدون ما تحاولي تغيري. ايه وهيدا حلو اكثر شيء. اماني عملتوا المعرض صحيح؟ لا بعد بعدنا هلا هن هلا جاهزين للمعرض وتيابهم جاهزه للمعرض وكل شيء، بس هلا ناطرين لنقدر نعمل هيدا الشيء. المدارس كلنا مزروبين من وراء الكورونا، ان شاء الله بيخلص هالازمه على السريع وبتعملوا المعرض وكمان بنروح بنصور المعرض. وساره في شيء بتحبي تقوليه بالختام؟ لا بس بدي اقول انت هيك كثير شخص انه بتسافري وبتحبي يعني العمل اللي بيدخل الفرح، بدي اقول عمل خير، عمل اللي بيخلي الناس تكون مبسوطه خصوصا الاطفال، فعندك هيك مبدا ممكن تشاركيه معنا بالحياه، هيك رساله للناس؟ لانه هلا كثير الناس تعبانين. اكيد انه اسهل شيء الواحد يقدر يساعد بطريقه بحاله شيء هو بيعرفه، يعني ما ضروري الواحد يكون عنده القدرات الماديه او شيء، اذا عنده الشغف ليقدر يعمل تغيير لو على شخص واحد ممكن، يمكن تكون ابتسامه مع حدا او تعملي شيء منك مجبوره تعمليه بس تعمليه، هذا كثير شعور حلو والكل فيه يعمله لو ما عندنا القدرات. الحياه بسيطه يعني ما بدها، مش بسيطه الحياه كثير معقده، بس انه بضل فينا نحن نعمل ناثر على غيرنا اللي يمكن باساليب بسيطه. باساليب بسيطه يعني. صح. اوكي وبحب اقول ثانك يو لكل اللي ساعدوني اخر 10 سنين، لانه بلا هون اكيد ما قدرت كنت عملت ولا بلد. ثانك يو. ثانك يو كثير لك ساره. يعني هذا الموضوع مهم لحتى بهذا الوقت اللي عم بيمر فيه العالم كله، مش بس يعني عالمنا العربي، انه نعطي شويه امل وفرح وابتسامه. بدك تقولي شيء اماني؟ لا مش بدي. بدك تقولي شيء؟ بدي اقول لها بس بدي اتشكرها انه علمتني اشياء. وعم بقول لك عيونك كثير حلوين. بجنن وما بظن مبينين، مش مبينين. عيونك شو لونهم؟ ازرق؟ زرق. ازرق؟ ثانك يو اماني، ثانك يو سارة. لانا مشاهدينا الان سنذهب الى موضوع كمان في امل وخبر جميل جدا وصل من الصين، حيث اعلن اليوم الرئيس الصيني السيطره على تفشي فيروس كورونا في الصين، تحديدا في المقاطعه التي بدا منها، وتحديدا اكثر في مدينه ووهان التي زارها للاطلاع على الجهود التي بذلت لمكافحه الفيروس. نشاهد كيف سيطرت الصين على كورونا. إذن هذه بالنسبة للصين. الآن سنتابع بموضوع كورونا وتأثيراته على العالم، إنما من زاوية الأونلاين. اليوم سنتحدث عن موضوع تستخدمه كثيرا شركات تكنولوجيا، بس أيضا يعني يصلح لكل المؤسسات التي مؤسسات الإنتاجية، خصوصا أنها أوصت يعني الكثير من المؤسسات التكنولوجيا موظفيها بالعمل من المنزل، وتحديدا شركات السوشيال ميديا
والشركات التي تعمل عبر الإنترنت. الآن سنسأل، هل يحقق العمل في المنزل النتيجة المرجوة؟ وهل هو بديل فعلي في وقت الأزمات كالأزمة التي نعيشها الآن في كورونا؟ نستقبل ضيفنا وزميلنا الخبير في إدارة الموارد البشرية حسان شعبان. أهلا بك أستاذ حسان، تفضل. مساء الخير. كيفك؟ الحمد لله. إحنا شو ما عملنا بالتلفزيون ما فينا نرجع على الشغل. هيدا طبيعة عملنا، طبيعة عملنا ما بنقدر. بس المؤسسات التي تعمل على الإنترنت يعني معظم شغلها أونلاين وهيك، ارتأت إنه يصير في عمل من المنزل. ما رأيك أن نشاهد أبرز تلك المؤسسات، خصوصاً مؤسسات التوظيف بشكل أساسي يعني مثل لينكدإن أو التي تكون وسيطاً يعني بمسألة التوظيف، ونرجع نحكي. ما في شك انه الكثير من الذين كانوا يعني موعودين انه يتوظفوا يخسروا الفرصه الى حد ما، بس العمل من المنزل هل يمكن ان ياتي بنفس النتيجه مثل العمل بالمؤسسه؟ حبلش بالسؤال بالمفهوم الاول اللي انت قلتيه، اني ما خسروا يعني لينكد ان قالت انه نحن اجلنا الى موعد بس اخر. بس امازون لغي مثلا، لغي صحيح، مايكروسوفت لغي صحيح. لينكد ان قالت انه فينا نعملها فيرتشوالي اونلاين او بنعملها او بنتاجل بنحدد موعد اخر. كمان جوجل كمان عملت نفس الشيء، بس امازون لغى الانترفيو جوبز، جوب انترفيوز. بالنسبه لطبيعه العمل هلا عم شفنا نحن عم نشهد انه كبرى الشركات وجهت لموظفينا اشتغلوا من البيت، اشتغلوا من المنزل. لمن يستطيع انه يقوم بعمله من المنزل. طبعا هي اجبرت الموظفين اللي هن موجودين بمناطق موبوءه اذا صح التعبير، مثل مثلا بهونغ كونغ. تويتر طلبت من موظفينا بهونغ كونغ، بكوريا الجنوبيه وبغيرها من المناطق انه ما تجوا نهائيا على المكاتب. في مكاتب اخرى مثلا مثل امريكا طلبت منهم انه اللي ما شغله بيتطلب ضروره وجوده بالمكتب بيقدر يجي، بس الباقي الموظفين بشكل عام لا، بيشتغلوا بيقوموا بعملهم بواجبهم من منازلهم. هلا انا اسمحي لي بس انطلق بس بشغله، هذا المفهوم منه جديد، هذا المفهوم عالميا هو موجود. صحيح. وموجود تقريبا من عشرات السنوات، هذا كان كتدبير احترازي او اذا بدك لدرء المخاطر بالأزمات وبالكوارث. يعني حتى من أيام فيروس سارز وتسونامي كمان نحكى ونبلش فيه. وهذا بشكل العمل من المنزل تقريبا بشكل حوالي 5% من حجم العمل بشكل عام بالمؤسسات. ولكن اليوم بظروف أزمة كورونا توجهت الناس أو توجهت المؤسسات للعمل بشكل عام من المنزل. طبعا بالمؤسسات عم نحكي السيرفيسز، الخدمات واللي انت تفضلت فيها بالمقدمه اللي هي بتتعاطي من مجال التكنولوجي. بس المؤسسات اللي عندها برودكشن ما بتقدر طبعاً تعملها لهيدي، يعني مصنع ما بيقدر يتحول للعمل من المنزل. هلا العمل من المنزل بيتطلب عاملين اساسيين، عامل انه في مرونه اداريه بدها تكون عند المؤسسه. يعني لما بنحكي عن مدير مرن، مش انه بس هو بتعاطيه مرن، مدير مرن انه هو وضع الاهداف بشكل واضح والمطلوبه من الموظف، وعلى ويحاسب او يتعامل مع الموظف على اساس انتاجيه ومهام وظيفيه محدده. هلا من ناحيه اخرى بيجي كمان في، بس ما في يطلب نفس الانتاجيه من البنزل صحيح؟ اذا كنا عم نفترض نحن عمل وبرمجه، ايه بالعكس يمكن في اريح له، يمكن في اماكن كانت الانتاجيه اعلى. اوكي، الامور تتفاوت. يعني انا اسمحي لي بس روح اذا بدك نطلع شوي من التكنولوجي، وفي اسالك الك بهذا المجال، اعداد المشهديه او اجزاء من المشهديه ما فيها تتم من البيت وبتكون بشكل نوعي كمان اكثر من الوجود بالمكان العمل والمكتب، اكيد بتزبط. بس طبعا مش كل العمل، لانه بنهايه المطاف في عندك وقت لازم تكون فيه موجوده هون. هلا هذا الامر كمان بينطبق على غير مؤسسات. بمجال التكنولوجي هذا الموضوع كثير سهل وسلس، لذلك بنلاحظ احنا انه لينكد ان، جوجل، امازون، فيسبوك هن كانوا الاسرع باتخاذ هذا الإجراء وبتطبيقه لهذا الإجراء. بمؤسسات أخرى كانت أقل أو حسب تتفاوت. هلأ كمان هذا الموضوع له نسبة وتناسب، يعني بمؤسسات أخرى
بطبيعة الحال في بعض الوظائف، في جزء من هذه الوظائف، نسبة معينة من هذه الوظائف ممكن تنعمل من المنزل. نحن اليوم شهدنا من أزمة كورونا هذا الفيروس، حتى في لبنان وفي العالم العربي توجهنا لموضوع التعليم عن بعد اللي هو كمان من المنزل، يعني المدرس صار عم يكون من المنزل وبيبعت صحيح الهوم ورك ولا ما هنالك. بدا يعني بدا شوية تطوير، بدا تطوير كثير، بدا تطوير كثير. بس اللي انا بدي اوصل لك اياه انه هيدا الاجراء هو موجود الا انه كورونا سرعه او اجبرنا انه نحن نتخذه. طب الاونلاين انترفيوز، يعني لما تعمل مقابله لوظيفه عمل على السكايب فرضنا، بتخليك تقدر حقيقه قدرات الشخص مثل كانه موجود قدامك؟ يعني انا هون عم بسالك باداره الموارد البشريه، يعني انتم هلا هون في رايين إيه؟ وكمان هون كمان الموضوع وفقا للوظيفه اللي عم بقوم فيها او اللي نحن عم نعمل مقابله فيها مع الشخص. يعني في وظائف تبقى محدده نحن شو بدنا من هذا الموظف وشو بده يعمل وقادرين نحكم على طبيعه عمله. يعني اذا رحنا شوي على الشق البرمجي اسهل وما في كثير تواصل وتيم ورك كثير كبير يعني لنقدر نحكم عليه. في انواع وظائف اخرى لا، برايي انا الشخصي انه بحاجه للانترفيو المباشر للمقابله المباشره، رغم انه في جيل جديد من الاداريين والمنظرين بعالم الاداره بيقولوا لا الانترفيو اونلاين كافي ويستطيع اذا انت وضعت الاسئله بشكل كامل انك تقدر تميز اذا كان هذا الموظف او هذا المرشح للوظيفه يصلح او لا يصلح. طيب في الموضوع المستقبل، يعني عندما يصير في تتابع للازمات التي تتطلب البقاء في المنزل، يعني خاصه فكره الحجر الصحي حسن، هل من الممكن فيما بعد ان يكون هناك استبدال للمؤسسات في هذه المؤسسات تحديدا التي بإمكانك العمل فيها من المنزل، استبدال المؤسسة بالعمل من المنزل؟ يعني يصير في هذا نموذج دائم ومستدام ربما؟ العمل جاري على هذا المفاهيم. كمان شركة تويتر أعلنت هذا الموضوع وقالت خلينا نحوله لأوبورشنتي بمكان ما ونحن نباشر فيه، نباشر بموضوع تحويل العمل الى عمل منزلي او عمل خلينا نقول هن بيعتبروه بسموه العمل عن بعد، يعني ما ضروري يكون بمنزل، يمكن يكون بكافيه او يكون باي مكان اخر، العمل عن بعد. وفي كونسبت ثاني كمان شغالين عليه هو تقسيم فرق العمل، تقسيم فرق العمل جغرافيا باماكن متباعده، يعني ممكن يكون في فريق عمل بيشتغل على مشروع معين او بيشتغل جزئيا على بشيء بهذه المؤسسه، هو موجود بمكان اخر خارج مقر المؤسسه، بدل ما يكون في مقر واحد بصير عده مقرات، هذا بيعتبروه كمان بيقلل من المخاطر لانه اذا لا سمح الله تفشل وباء بالمقر بيكون في اماكن في اطراف اخرى تعمل بشكل طبيعي صحيح. وبشكل فعال. هلا بس لنقول بالختام انه نحن طبعا في امور فيك بالتلفزيون عموما، يعني هيدا بس للتوضيح، في امور فيك تعملها من المنزل بس دائما تطبيق ما تريد ان تنفذه يحتاج الى الوجود في المؤسسه، يعني تنفيذ تقارير، تنفيذ نشرات الاخبار في استوديو، مجبورين نظهر من بيوتنا في مجال. شكرا جزيلا لك حسن شعبان المتخصص في الموارد البشريه وزميلنا كمان في الميادين. مشاهدينا بهذا تكون مشاهدينا قد اكتملت لهذه الليله، نلتقي بكم غدا طبعا في نفس الموعد. اكتبوا لنا حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستغرام، والى اللقاء.